هذه الأطباق والأصناف مما تشتهيه الأنفس وتلذ بها الأعين، كان مصيرها في صناديق القمامة قبل انطلاق مبادرة مطبخ العائلة، مبادرة تهدف لتجميع ما يتبقى من طعام الولائم في الفنادق الكبرى وتوزيعه على الفقراء. في يعني عدة محافظات وعدة مناطق نستهدفهم بالمواد الغذائية الفائضة اللي هي وجبات غذائية عالية الجودة، كمياتها كبيرة جدا بتكفي عائلات كتير، بدل ما تروح على المهملات احنا بنحفظها وبنجمعها وبنعيد تدويرها وبنوزعها بطريقة إنسانية بطريقة محترمة للأشخاص الأكثر حاجة. يعمل فريق مطبخ العائلة على تجميع الطعام بطريقة صحية ووضعه في صناديق خاصة، ثم يتم تغليفه بطريقة تراعي كرامة المحتاجين، ويحفظ بعدها في ثلاجات قبل إيصاله إلى المناطق الفقيرة. الأكل بيتخزن، بوسع كمية 1500 وجبة، بيتخزن بثلاجات كله بيكون محفوظ على أساس إنه يضلوا لتاني يوم، وفي مجموعة مختصة إنه تروح تاني يوم توزع الأكل لعيال معينة لناس يعني فقراء ومحتاجين. الحلو في هاي المبادرة إنها ما بتكلف أي أموال جديدة، يعني كلياتها إشي موجود، وعلى مدى الحياة راح ظلوا في بوفيهات والأكل زايد وعم بينكب. يركز المتطوعون على فنادق الخمس نجوم لأن كميات كبيرة من الأطعمة تبقى وراء الزبائن، ويقول فريق المتطوعين إن هذه المبادرة تهدف للاكتفاء الغذائي الذاتي ولا تكلف أي مبالغ مالية. كثيرون هم الفقراء وكثيرة هي المبادرات التطوعية التي تهدف لاستغلال الفائض من الولائم وتوزيعه على المحتاجين، لكن الأمل يبقى أن تستمر مثل هذه الأعمال الخيرية طوال العام ولا تقتصر على شهر الصيام. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.